السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لجميع الإخوان من أول قائمة إلى آخرها، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء يكون بخير وعلى خير. أصدقاء نادي الحكمة للعودة إلى الطبيعة، وتحياتي لجميع المواليع داخل الوطن وخارج الوطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحياتي لجميع الإخوان. اليوم الإخوان غادي ندرسوا أو غادي نشرحوا واحد الوكر اللي هو وكر مغربي شهير، وكر أوكدال. وهذا الوكر أوكدال كيشمل عدة أوكار اللي كتمتاز حتى هي بهذه التغاريد هذه بنفس الوكر نيت، وهذه الأوكار المحيطة به. يعني منها على سبيل الذكر وكر ولاد القسمة الأولى، وكر ولاد السبيطار، وكر ولاد رضوان، وكذلك وكر ولاد الغريسية، ووكر شريج لهنا، ووكر شريج بطاطا. وهذه الأوكار الإخوان يعني كيجمعهم أو كيشملهم هذا الوكر ديال أوكدال اللي كيمتاز بواحد يعني طلوق اللي هو جميل وشهير. وهذا الطلوق بما يسمى الطلوق العسكري أو الخرج العسكري الذي يمتاز بتغاريد جميلة ومتناغمة ومتناسقة لكي أدوها عدة طيور مختلفة وطيور مغردة، لكي يمتاز بها طائر حسون بوحده وكي أديها بوحده، يعني طريقته الذكية وطريقته الجميلة. وغادي نشرحوا ان شاء الله التغاريد ديال هذا الطلق هذا، وعلى بركة الله. الأغروضة الأولى هاد التعديدة الإخوان كنقولوا لها تيباتك علي، تيباتك علي، وكاين اللي يقول لها تيبات سقلي، تيبات سقلي، وهي تعديدة ديال اليطرق اللي بما يسمى الوطواط، طائر الوطواط. الأغرودة الثانية هاد التعديدة كنقول لها بابات كعلي، بابات كعلي، أو بابات سقلي، بابات سقلي، وكيضربها طائر اليطرق أو بما يسمى طائر الوطواط. الأغرودة الثالثة هذه الأغرودة الإخوان كنقولوا لها ستي قولي 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 سر، ستي قولي 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 سر، وكتكون من جوج ديال المقاطع. المقطع الأول ستي قولي 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 اللي كتأديها طائر الحسنية وطائر اليطرق، والمقطع الثاني سر يعني السمروسية اللي كتقولها الحسنية أو كيأديها طائر الحسنية. هاد الأغرودة الإخوان كيقول فيها الطائر أنا سيدي باكسري تيبرا تيبرا تيبرا، أنا سيدي باكسري تيبرا تيبرا تيبرا، وهي أغرودة مشتركة اللي كيأديوها جوج ديال الطيور. أنا سيدي باكسري كيأديها طائر الحسنية واليطرق، وتيبرا تيبرا تيبرا كيأديها طائر اليطرق. أنا سيدي باكسري تيبرا 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 كما قلنا، انا سيدي باكسري اغروضه مشتركه كيأديها طائر الحسنيه وطائر اليطرق، وتيبرا تيبرا تيبرا كيأديها طائر اليطرق. الاغروضه الخامسه
هاد الاغروده الاخوان كيقول فيها الطائر انا سيدي باكسري تيبرا 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 شخ 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 كاسبري كاسبري سبر تروي تروي انا سيدي باكسري تيبرا 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 شخ 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 كاسبري كاسبري سبر تروي تروي. وبالنسبة لهذه الاغرودة الاخوان اللي هي انا سيدي باكسري، هي اغرودة مشتركة ما بين واحد جوج ديال الطيور اللي هو طائر الحسنية وطائر اليتروك. والأغرودة الثانية اللي هي تيبرا تيبرا اللي كيأديها طائر اليتروك. والأغرودة الثالثة هي شخ 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 اللي كتأديها طائر الحسنية. والأغرودة الرابعة كاسبري كاسبري اللي كيأديها طائر اليتروك. والأغرودة الخامسة سبر سمروسية اللي كتقولها طائر الحسنية. والأغرودة الأخيرة اللي هي تروي تروي اللي كيقولها طائر اليتروك. ومن هنا الإخوان يعني ختمنا الدرس ديالنا، ونتمنى من جميع الإخوان نكونوا عند حسن الظن ديالهم ونكونوا استفدنا جميع. وكنشكركم على حسن النية ديالكم وحسن يعني الإنصاف والمتابعة، وتحياتي لكم ومشكورين من هذا المنبر. وإلى حصة قادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، وتحياتي لكم. Thank you.